ابعد عنه. يقول السائل: ما حكم لعن الدهر؟ هل هو محرم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن سب الدهر. سب الدهر الأحوال، فالله سبحانه وتعالى يقلبه كيفما شاء. من سنن الله تبارك وتعالى أنه الأحوال لا تكون على سمة واحدة. سئل النبي صلوات الله وسلامه عليه: هل بعد هذا الخير من شر؟ فتحت مكة واستقرت الأمور، أتت الوفود تبايع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فالناس بدأت تدخل. النبي عليه الصلاة والسلام سئل: هل بعد هذا الخير من شر؟ أجابهم قال: نعم. فقيل: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ فقال: نعم، ولكن فيه دخن. فسئل: هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. إذن هكذا الدنيا متقلبة بأحوالها وبحال الناس. فلذلك الإنسان لا يقوم باللعن للأحوال والدهر الذي هو فيه، بل عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر. فأنت إذا كنت في أي مصيبة من المصائب، في صحتك، في مالك، في أي أمر من الأمور، فتكون صابرا وتظهر هذا الصبر، لأنك مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سوف يجرك على صبرك من جهة، وترجو ما عند الله من خير بعد هذه المصائب التي تمر بها. أشكر لكم متابعتكم الكريمة، إن شاء الله نلتقي في الأسبوع المقبل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.